هذا ما يحاول يعني طرف المؤيد لعلي عبد الله صالح ان يفعله، لكن نعم. يعني كثير من المحللين السعوديين على الاقل يعني ما تمكننا من الحديث اليهم يعني ينأون بالسعوديه عن هكذا دعم. هناك حتى من يتحدث عن ان علي عبد الله صالح خدع السعوديه بقراره العوده الى اليمن ويبرئ السعوديه من المعرفه اساسا بهكذا قرار. السعودية متواطئة مع الرئيس صالح ولم تنتقد حتى جرائم القتل. الملك عبد الله انتقد جرائم القتل في سوريا وسكت عنها في اليمن، بل استقبل الرئيس صالح وأيده واشترى له وقتا كبيرا عن طريق المؤامرة الخليجية أو المبادرة الخليجية. السعوديون شركاء في نظر الشعب اليمني، ويجب أن يصححوا هذا الأمر حفاظا على العلاقات المستقبلية بيننا وبينهم. ولكن إذا كان الموقف السعودي بهذا الشكل، ألا يعتبر أن هناك تقصير من قبل المعارضة أو من قبل ممثلي الشباب في التواصل مع الجانب السعودي؟ لأن الواضح أن يعني كثير من الدول حول العالم لا تهتم بالشأن اليمني أو لا تدعم الثورة في اليمن، لأنها لا ترى من بديل لعلي عبد الله صالح، أو لا ترى حتى من يعني من طرف تستطيع أن تتحدث إليه، طرف واحد تستطيع أن تتحدث إليه. صحيح هذا الكلام، والشباب ليس بيدهم أموالا كي ينفقوا على شركات العلاقات العامة في الخارج، هم يخرجون بالملايين في الشارع بالآلاف. لا يعني لا أحد يستطيع الحديث عن شركات العلاقات العامة هنا. المعروف أن هناك علاقات وثيقة وعميقة تربط بين السعودية وبين كثير من القبائل اليمنية، قبائل موالية وقبائل معارضة لصالح. لماذا لا تفعل هذه القناة؟ هذه القناة لا أدري لماذا لا تفعل، والسعوديون أيضا هم مقصرون في هذا الجانب، لأنهم لا يريدون إلا أن يتحدثوا مع صالح ومع المعارضة الرسمية. نعم. لم يبدأوا، لأنهم لا يعترفون بالثورة الشبابية ولا يعتبرون هذه أزمة، ولا يريدون أن يعترفوا بشيء اسمه ثورة أو بشباب يريدون التغيير. هم يريدون معارضة رسمية أو شيوخ قبائل أو حكم متسلط كي يتعاملوا معه. نعم. ولكن في النهاية الشعب اليمني هو الذي سيفرض إرادته في الداخل وليس من الخارج. ابقى معي. نعم. سيد الماوري ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من صنعاء عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني. أهلا بك سيد الجندي. لماذا طلب إلى جمال بن عمر البقاء؟ لماذا دائما يتم الإيحاء وكأن الأمور وصلت إلى مرحلة التوقيع على اتفاق ما، ثم نكتشف أن كل هذا الكلام ليس صحيحا ولم نقترب ولا مرة أساسا من التوقيع على أي شيء؟ أولا أنا قلت اليوم يعني في مؤتمر صحفي أن الحوار يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تبادل التنازلات من كل الأطراف، وبالتالي علينا ألا نحتاج فعلا يعني الأمور بطريقة لا تموت يعني بصلة للسياسة. السياسة هي أخذ وعطاء، المواقف هي ارتباط للتنازلات. الذي فعلا يحتاجون إلى أن يستقيل الرئيس علي عبد الله صالح حول يعني اليوم أنا كشفت عن وثيقة يقولون بأنه لو هناك انتخابات سوف ينجح الرئيس 100%، إنهم لا يستطيعوا أن يصلوا للسلطة إلا بأسلوب الاستقالة. طبعا إذا كان هناك انتخابات يعني إذا كان هناك انتخابات في النظام الحالي وفي القانون الحالي وفي يعني وعلي عبد الله صالح موجود في السلطة، ليس كذلك؟ والله عندما تحدث انتخابات في أوروبا أحد الأحزاب يكون في موقع الحكم والآخر يكون في موقع المعارضة. اليمن فعلا دولة ديمقراطية من 20 سنة، والانتخابات السابقة كانت تحت إشراف دولي وستكون في المستقبل أيضا تحت إشراف دولي، ولدينا منظومة قانونية لا يستطيع أحدا أن يشكك فيها. وكذلك سألتك سيد الجندي، سألتك لماذا تم يعني استبقاء جمال بن عمر؟ لماذا الإيحاء بأن هناك توقيع ما قريب أو وشيك، فيما نكتشف بعد ذلك أن يعني إلى متى اللعب على أعصاب الناس وعلى أعصاب المواطنين؟ لماذا فعلا التركيز كله على طرف واحد ولا تركزوا على الطرف الآخر؟ يعني تلاحظوا أنتم في وسائل الإعلام دائما تلقوا باللوم على الرئيس ولا تلقوا باللوم على الآخرين الذين لا يريدوا فعلا أن يقدموا أي نوع من أنواع التنازلات. الرئيس هو رئيس شرعي ومنتخب، وبالتالي هو يقول يا سيد عبد الجندي المعارضة وقعت منذ زمن طويل على هذه المبادرة. الرئيس هو من يقول في كل مرة أنه يريد أن يوقع ولا يوقع. يعني أرجوك أن تجيب عن سؤالي، يعني أرجوك أن تجيب عن هذا السؤال، سؤال بسيط، لماذا تم استبقاء جمال بن عمر؟
انت الان يعني خليك زي الجزيره في حاله تعصب شديد. الرئيس يحل، الرئيس سيرحل عبر انتخابات، الانتخابات هي الوسيله الوحيده. انت تعيشي في دوله اوروبيه، هل هناك فعلا رحيل واستقالات بدون اجراء انتخابات في اي مجتمع من المجتمعات الديمقراطيه؟ هذا الدستور والقانون هو عمل مشترك للاصلاح والاشتراكي والمؤتمر، وبالتالي لا يستطيع ان يقول انه فرض عليهم كما حصلت في بقيه البلدان العربيه. نحن اقمنا وحده واقمنا ديمقراطيه وقبلنا بالاشراف الدولي والرقابه الدوليه واقمنا اجمل ما في قوانين العالم واستوعبنا في قوانيننا. سيد منير الموري، اريد تعليق من السيد منير الموري على هذه النقطه. سيد الموري لو سمحت. عبد الجندي متناقض مع نفسه، يقول نحن نقبل بالمبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية تنص صراحة على الرئيس صالح بعد 30 يوما، ونحن في المعارضة نقبل بالانتخابات بعد ذلك بعد رحيل الرئيس صالح، لكنه يريد مبادرة خليجية ويريد انتخابات في نفس الوقت ويريد أن يستمر الرئيس صالح، فهذا تناقض عجيب يدل على أنه مجرد مماطلة وتسويف. والذي هو يقول أن اليمن أساسا دولة ديمقراطية منذ زمن طويل، وأنه لو كان انتخابات، لو جرت انتخابات الآن، وهذه وثيقة يستند إليها سربت من المعارضة، لو جرت الانتخابات اليوم لفاز الرئيس بنسبة 100%. لو جرت الانتخابات بكل تأكيد والرئيس موجود وعبده الجندي هو رئيس لجنة الانتخابات لفاز الرئيس بنسبة 100%، هذا صحيح، هذا الكلام أتفق معه تماما، ولكن نريد انتخابات ديمقراطية لا يكون فيها موجود لا عبده الجندي ولا علي عبد الله صالح، يخرجوا لأننا جربناهم 30 عاما وعرفنا كيف يزوروا ويكذبوا ويماطلوا ولا يستحون، لا يخجلون، يكذبون على الملأ ولا لا يستحون. سيد عبد الجندي، ما الذي يجعلنا نعتقد هذه المرة أن هناك فعلا نية حقيقية لحل هذه الأزمة، أم أنكم يعني لا تهتمون بأن يصدق الناس أنكم جادون في الحل هذه المرة؟ أولا يا أختي العزيزة، أنا لابد أقول أن هذا المتشكي في الولايات المتحدة الأمريكية قد طال صبري عنه، وهو يشخصن القضايا ويجرح الآخر. نحن يمنيين ومن حقنا أن نكون في اليمن ونعيش فيها ونموت فيها، يعني مش نحن نخاطب اليمن من أمريكا ولا من الولايات المتحدة. هذا نقول لا يعني شيء. لو تجيبني عن سؤالي مرة واحدة فقط يا سيد الجندي، ولا تخرج عن السؤال. علي عبد الله صالح سيفوز 100%، الذي قال هو محمد قحطان في رسالة مخاطب فيها علي محسن صالح يطلب فيه يعني مرافقة المعتصمين للاقتحام دار الرئاسة ومنشآت الدولة. هذا الكلام قاله محمد قحطان، وأنا أعلنته في مؤتمر صحفي تحت توقيعه وختمه، وبالتالي ما هوش رأيي. أنا لم أكن يوما رئيسا للجنة العليا، كنت عضوا فيها وبقية الأحزاب كانت لها أعضاء أيضا في اللجنة العليا، لكن الانتخابات عندنا شاهد لها العالم بأسره. شكرا لك وصلت هذه النقطة قلتها في السابق. شكرا لك عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني، أشكرك من واشنطن منير الموري المحلل السياسي اليمني. أنور